النهارده كمان في فقرتنا اللي بنقدمها لحضراتكم من مدرسه تعليم الانشاد الديني هيكون معانا واحد من الاصوات المميزه وهو المنشد الشاب ادم احمد. ادم احمد يا جمانه هو واحد من ابناء مدرسه تعليم الانشاد الديني اللي خرجت العشرات من المبتهلين والمنشدين الشباب، وبيعتبر من المؤسسات او بتعتبر هي من المؤسسات اللي بتحافظ على فن الإنشاد الديني باعتباره فن مصري خالص. تعالوا نشوف قصة آدم أحمد ونعرف التفاصيل ونستمتع بحلاوة وعذوبة صوته. شمس يأتي فريضة من صام رمضان جوزية معانا النهارده أحد الأطفال، هو الطفل أو المنشد آدم أحمد. آدم عنده 10 سنين من مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة. أهلا بك يا آدم وكل سنة وأنت طيب. وأنت طيب. أنت خريج مدرسة الإنشاد الديني الدفعة رقم كام؟ 13. استفدت إيه من مدرسة الإنشاد الديني؟ بيعلمنا المقامات وندرس ابتهالات وأناشيد ويعني الشيخ محمود التهامي يعني بيعلمنا يعني مثلا نطلعوا طبقه عاليه وطبقه واطيه نجيبوها ازاي. ايه اللي خلاك تخش في مجال الانشاد الديني ومين اللي حبيبك فيه؟ البابا اللي حبيبني فيه. انا كنت بقعد ادندن مع نفسي قران، فبابا سمعني فاكتشف ان في مدرسه انشاد الديني الشيخ محمود اعلن يعني، وبابا قدم لي فيها ويعني عديت يعني الحمد لله. طب خلينا نسمع في البدايه حاجه من اناشيد الشيخ محمد عمران. الليل اقبل والوجود سكونه، الليل اقبل والوجود سكونه في Oh, no.
رائع جدا ما شاء الله عليك يا آدم، صوتك قوي رغم يعني صغر سنك، إلا أنت عندك الموهبة واضحة جدا. قل لي أنت إمتى تحديدا بدأت الإنشاد الديني؟ وانا عندي سنه كده يعني. وانت عندك سنه يعني بدات يعني ادندن يعني كده لحد ما اكيد والدك قال لك او والدتك قالوا لك ان انت بدات وانت عندك سنه. ايوه طيب. ذكرياتك ايه مع اول يوم ليك في مدرسه الانشاد الديني؟ بدات اصور مع الشيخ محمود يعني، واتصور مع الشيخ طه الاسكندراني الشيخ طه حسين، ويعني كانت ذكريات حلوه يعني. شايف نفسك اتعلمت ايه من مدرسه الانشاد الديني؟ اتعلمت علم المقامات، وبدات احفظ الاناشيد اللي هي فيها مؤثرات يعني، عشان بعد كده اما اجي اقول يعني اي طبقه انشيد عاليه اعرف اجيبها يعني. يعني ما شاء الله عليك انت 10 سنين وعارف علم المقامات. قول لي تعرف ايه يعني علم المقامات؟ علم المقامات زي مثلا مقام الرست والنهاوند والصابة والسيكة والنوى أثر تعرف تفرق ما بينهم؟ طب خلينا يعني نقول لنا جزء من إنشاد ديني بكذا طبقة مختلفة. إليه به سبحانه أتوسل، إليه جدا يا آدم ما شاء الله عليك. قل لي مين هو قدوتك في مجال الإنشاد الديني؟ قدوتي الشيخ محمود التهامي. ليه؟ لأن هو مبهر بصراحة. أما يجي يدرس لنا يعني بيفهم بصراحة. يعني إيه مش زي أي شيخ. اتعلمت منه إيه؟ اتعلمت منه السلم الموسيقى برضه. اللي هو دو ري مي فا صول لا سي دو، دو سي لا صول فا مي ري دو. ايه طموحك في المجال ده؟ طموحي انني نبقى منشد زي منشدين الشارقة يعني. طيب هل انت ناوي تستمر ان انت تدرس اكاديميا اكتر المقامات والعلوم دي الخاصه بالانشاد الديني، ولا هتكتفي ان الانشاد الديني هيكون مجرد موهبه والدراسه هتكون في مجال تاني؟ لا، الانشاد الديني ده انا بعتبره مستقبلي. هو مستقبلك الانشاد الديني؟ ليه؟ عشان كفايه كمان بمدح في سيدنا النبي جميل جدا عليه افضل الصلاه والسلام. ادم انت نورتنا النهارده ما شاء الله عليك، كنت يعني موهبه جميله جدا رغم ان انت 10 سنين اللي انت بتتمتع بصوت رائع وصوت قوي. ان شاء الله تقدر تحافظ على الصوت دوة. نورتنا وشرفتنا. ادم احمد من مركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، هو حديث التخرج من مدرسة الانشاد الديني اللي بتخرج مواهب مختلفة من محافظات وقرى عدة في مجال الانشاد الديني. انتظرونا ولقاء اخر وموهبة جديدة واصوات من السماء. يا
بالمؤمنين.